من طبقنا القانون خليناك باش نخدمو راكم تشوفوا والمشتريه ومينا وكاع الحمد لله بصحه والحمد لله مصباح انا نخدمو نسربو كسرتنا ونورمال طبقنا قانون من اجل الجمهور وصاي هاك شو خويا هاك شو نك القانون لي والو ها خبز نك لا خبز لا والو كاع الكوجران بالليل وين تجري تدروك وين تجري خويا وين تروح كاين زوج كوش راهم يخدموا برك رانا من الصباح رانا ندورو ما صبناش كوشي حال ابار هذا راه حال مسكين والله يحفظها ان شاء الله والله يسترها ان شاء الله وربي ربي يجازيه والله لا من الصباح راني ندور راني بالك لي 20 عام ليسونس راني ندور ما حتى واحد حال هذا سطح حال مسكين والله يحفظها ان شاء الله وربي يستره ونعاونوه ان شاء الله بربي. وبالنسبه للمحلات اللي ما فتحوش اليوم قولوا لهم باللي هذه الناس تحق تحق بتشري بتحق نوما يخدموا هذه هي قتل الناس بغات تشري خبز بغات تشري حاجه بكا حاجه ما كاش كلشي راه بالله هذه نتمنى لهم بلي نقولوا بالكونترول باش يدوروا عليهم شوفوا بلي قالهم بالليين ما كاش واحد راه حالي يخدم اليوم والله العظيم غير تتاسف تروح تبات تشري الخبز ما تصيفش والله قال حواني تنبلعين هذا بحال الا قالوا راه كاين المداومه مجرد كلام على ورق.